بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وأرحب بكم عبر شاشة قناة الأنور والفضائية، وأقدم إليكم مادة العلوم العامة. أحبائي الطلاب، قسم العلماء الكائنات الحية إلى مجموعات متشابهة في الشكل والتركيب، وهذا ما يعرف بتصنيف الكائنات الحية. وأيضاً صنف العلماء الكائنات الحية إلى 5 ممالك، وهذه تعرف بممالك ويتكار الأمريكي، أعلاها مملكة التوالي الحيوانية، وهذه المملكة تضم الفقاريات واللافقاريات. اليوم سنتحدث عن اللافقاريات، وهي الحيوانات التي لا تحتوي على العمود الفقاري، وهي تضم 8 شعب. سنبدأ اليوم في درسنا مع أولى هذه الشعب، وهي شعبة الإسفنجيات وشعبة معائيات الجوف. هيا بنا الآن لنتعرف على عناصر هذا الدرس. نبدأ أولاً بتصنيف شعبة الإسفنجيات، وأيضاً سنتعرف على الوظائف الحيوية للإسفنجيات، وأيضاً سنتعرف على تصنيف شعبة معائيات الجوف، وأيضاً الوظائف الحيوية لمعائيات الجوف، ولا ننسى أن نذكر أمثلة لكل من الإسفنجيات ومعائيات الجوف. هيا بنا الآن لنبدأ الدرس. هذه هي شعبة الإسفنجيات. تأمل عزيزي الطالب الأشكال المختلفة للإسفنجيات. بالمناسبة، من الأمثلة على الإسفنجيات حيوان الإسفنج. لاحظ هذه الصور الجميلة التي تبين حيوان الإسفنج. السؤال الآن، أين تعيش الإسفنجيات؟ فكر فيها، إنها تعيش، لاحظ، في المياه المالحة، ما عدا عائلة واحدة تعيش في المياه العذبة، وهي تعيش بشكل مفرد أو بشكل جماعات. السؤال التالي يقول، صنفت الإسفنجيات في بداية الأمر مع النباتات، فسر ذلك. لماذا يا ترى؟ لو كنت غواصا في الماء ورأيت الإسفنجيات، فإنك للوهلة الأولى ستقول أنها من النباتات، ولكنها من الحيوانات، والسبب في ذلك ألوانها الزاهية وأيضا عدم حركتها. السؤال الآن يقول، هل الإسفنجيات حيوانات أم نباتات ولماذا؟ بالتأكيد قد عرفت الإجابة. الإسفنجيات ومنها حيوان الإسفنج هي من الحيوانات، والسبب في ذلك لأنها تتغذى تغذية غير ذاتية، أي تعتمد على غيرها في الحصول على غذائها. تعالوا بنا الآن لنتعرف على تركيب جسم الإسفنجيات. هنا صورة جميلة لحيوان الإسفنج. تمعن هذه الصورة وقم بوصفها من حيث الخارج. لاحظ أن شكلها يشبه الإناء ولونها جميل. لاحظ أنها تحتوي على مسامات وثقوب، ولذلك سميت أيضا بالمساميات. لاحظ أنها تحتوي على تجويف داخلي، ويوجد أعلاها فتحة تسمى فتحة علوية أو الفتحة الزفيرية، وأيضا تسمى الفوية. هذا هو الشكل الخارجي لحيوان الإسفنج. تعالوا بنا لنتعرف أكثر على الشكل الداخلي. هنا نلاحظ مقطع في جدار حيوان الإسفنج، وهذا المقطع. تعالوا لنتعرف على الأجزاء. أولاً خلايا الطبقة السطحية، وهي عبارة عن صف من الخلايا. أيضاً هناك الخلايا المطوقة، وهذه تستخدم في قنص الغذاء. يوجد بينها طبقة متوسطة هلامية، وأيضاً توجد خلية أميبية، وهناك الثقب الشهيقي الذي يدخل منه الماء، وأيضاً الشويكات. لاحظ معي هذا الشكل يبين أيضا شكل الإسفنج. هذه الأسهم تدل على ممرات الماء. هنا لاحظ معي فتحات جانبية تسمى المسامات والثقوب، ولذلك قلنا تسمى الإسفنجيات بالمساميات. يدخل منها الماء محمل بالغذاء، وهي عبارة عن العوالق والكائنات الحية الدقيقة. تقوم الخلايا المطوقة باصطياد هذه المواد الغذائية وهضمها وامتصاصها، والفضلات تطرح في الداخل وتخرج من أعلى الفوهة الزفيرية. الآن إلى سؤال يقول، علل
تسمية الإسفنجيات بالمساميات، يا ترى لماذا سميت؟ بالتأكيد لاحظ الإجابة، المساميات، إذا لاحتوائها على المسامات والثقوب. نتحول الآن إلى الوظائف الحيوية لحيوان الإسفنج. نبدأ أولاً بمكان المعيشة، قلنا أين تعيش الإسفنجيات؟ ها أنتم قد أجبتوني، إنها تعيش في المياه المالحة غالباً، ولاحظ هذه الصورة تبين أنها تعيش بشكل مستعمرات أو جماعات، وقد توجد بشكل مفرد. لاحظ الآن تعيش الإسفنجيات في المياه مثبتة على الصخور وسوق وجذور النباتات المائية. ننتقل الآن إلى وظيفة جديدة، ألا وهي الحس. السؤال الآن، هل حيوان الإسفنج يحتوي على جهاز عصبي؟ بالتأكيد إنه لا يحتوي، لأنه أبسط أنواع الحيوانات، ولكن لو قمنا بتنبيه خلية فإنها تنكمش لوحدها. هنا التغذية، كيف تحصل الإسفنجيات على غذائها وهي غير قادرة على الحركة؟ هذا سؤال مهم. تحصل الإسفنجيات على غذائها من الماء على شكل عوالق وأيضا الكائنات الحية الدقيقة، فتدخل هذه العوالق والكائنات الحية الدقيقة مع الماء من الثقوب، ثم تقوم الخلايا المطوقة باصطيادها وهضمها وامتصاصها، والفضلات تخرج من الفتحة العلوية التي تسمى الفويهة أو الفتحة الزفيرية. الآن هيا نشاهد هذا الفيلم القصير الذي يبين التغذية عند الإسفنجيات. لاحظ معي عزيزي الطالب، هنا حيوان الإسفنج ملتصق على الصخور في قاع البحر، نشاهد أنها تحتوي على ثقوب ومسامات. قمنا بحقن الفتحات الشهيقية بصبغة كما تشاهد، نلاحظ أنها تدخل عبر هذه الفتحات ثم تبدأ بالخروج من الفتحة الزفيرية أو الفويهة. هكذا يدخل الماء المحمل بالعوالق إلى الإسفنج ويخرج من الفتحة العلوية. أحبائي الطلاب، بعد أن شاهدنا الفيلم القصير الذي بيّن كيفية التغذية عند الإسفنجيات، هيا لنجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول، أين تعيش الإسفنجيات؟ إنها تعيش، أحسنت، في المياه غالباً المالحة ومثبتة على ومثبتة على الصخور وسيقان النباتات المائية. السؤال التالي يقول، ليس للإسفنجيات جهاز عصبي، لماذا؟ لأنها حيوانات بسيطة الجسم والتركيب، وقلنا هي أبسط أنواع الحيوانات. السؤال الآن، ماذا تتغذى الإسفنجيات في الماء؟ يا ترى على ماذا تتغذى؟ إنها تتغذى على العوالق والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الماء. نتحول الآن بكم بعد هذا الفاصل إلى التكاثر عند الإسفنجيات، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب من جديد، هيا بنا الآن لنتعرف على التكاثر عند حيوان الإسفنج. التكاثر عند الإسفنجيات، هذه صورة جميلة تبين حيوان الإسفنج. هناك صور للتكاثر عند الإسفنجيات، طريقتان، الطريقة الأولى تسمى التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. نبدأ أولا مع التكاثر اللاجنسي. يتم التكاثر اللاجنسي بطريقتين، الطريقة الأولى تسمى التبرعم، حيث ينمو برعم صغير على جانب الإسفنج، يكبر هذا البرعم ثم ينفصل عن الأم ويلتصق بالصخور مكوناً حيواناً جديداً. الطريقة الثانية تسمى التجزؤ والتجديد، حيث إذا قطع جزء من الإسفنج وهذا الجزء سقط على الصخور يلتصق بها ويكون حيوان جديد. هذه طرق تسمى التكاثر اللاجنسي، وهي التبرعم والتجزؤ والتجديد. الطريقة الثانية تسمى التكاثر الجنسي، وفي هذه الطريقة تتم عبر تلقيح الأعراس الذكرية مع البويضات في الطبقة المتوسطة للإسفنج. لاحظ معي الآن هذا الفيلم القصير الذي يبين طرق التكاثر الجنسي واللاجنسي عند حيوان الإسفنج. بداية هذا حيوان إسفنج ينمو برعم صغير على سطحه الخارجي، ثم ينفصل ويلتصق بالصخور مكوناً حيواناً جديداً،
وهذا هو التكاثر اللاجنسي بالتبرعم. أما هنا تنطلق الأعراس الذكرية من إسفنج فينقلها تيار الماء لتدخل في حيوان آخر، ونلاحظ عملية الإخصاب حيث تتكون اليرقة، وبعدها تخرج اليرقة وتسبح في الماء لتلتصق على الصخور مكونة حيوانا جديدا، وهذا ما يعرف بالتكاثر الجنسي. عزيزي الطالب، بعد أن شاهدت الفيلم قم بالإجابة على هذا السؤال. السؤال يقول: هل الإسفنج المستخدم في البيوت هو الإسفنج الطبيعي؟ فكر فيها، هل هو الإسفنج الطبيعي؟ بالتأكيد لا، ولكن يتشابهان في وجود المسامات والثقوب. إذن الإسفنج في البيوت هو ليس الإسفنج الطبيعي. هذه صورة لإسفنج طبيعي، حيوان الإسفنج، وهذه صورة لإسفنج صناعي الذي يستخدم في صناعة الفرشات والوسائد. لاحظ هنا الإسفنج الصناعي مصنوع من مادة البوليمرات الصناعية، أما الإسفنج الطبيعي فهو عبارة عن حيوان الإسفنج. نتحول بكم الآن إلى أهمية الإسفنج الطبيعي. بالتأكيد له أهمية أولها في الطب، حيث يستخدم في إنتاج المضادات الحيوية التي تستخدم في مقاومة الفيروسات. أيضاً يستخدم في الأغراض المنزلية مثل الاستحمام، حيث تؤخذ منه قطع صغيرة وتستخدم للاستحمام. وأيضاً في الزينة، ولعلك تتساءل لماذا يستخدم الإسفنج الطبيعي في الزينة؟ لاحظ هذه الصور إنها تمثل حيوان الإسفنج بألوانه الزاهية، لذلك يستخدم في الزينة وفي أغراض أخرى. نتحول إلى سؤال: علل تستخدم الإسفنجيات في الزينة، لماذا يا ترى؟ السبب في ذلك لكثرة أشكالها وتعدد ألوانها، وقلنا ألوانها الزاهية. السؤال الثاني: تصنف الإسفنجيات مع الحيوانات، لماذا يا ترى؟ لقد أجبنا هذا السؤال لأنها غير ذاتية التغذية. أحسنتم. السؤال التالي يقول: كيف تحمي الإسفنجيات نفسها من الحيوانات الأخرى؟ كما تعلم عزيزي الطالب، حيوان الإسفنج حيوان بسيط، كيف يحمي نفسه من الحيوانات الأخرى؟ إنه يقوم بإفراز روائح كريهة والتي تسمى مضادات حيوية، ومنها يحمي نفسه من الحيوانات الأخرى. السؤال الآن: ماذا يحدث لو تقطيع الإسفنج لقطع صغيرة؟ فكر فيها، قمنا بتقطيع أحد حيوانات الإسفنج إلى قطع صغيرة ورميناها في الماء، ماذا سيحدث؟ إنها تنمو كل قطعة مكونة حيواناً جديداً. أحبائي الطلاب، بعد أن تعرفنا على الوظائف الحيوية لحيوان الإسفنج، ها نحن قد وصلنا إلى فاصل قصير نتعرف بعده على شعبة معائيات الجوف، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي مجددا، هيا بنا الآن لننطلق إلى شعبة جديدة من شعب اللافقاريات، ألا وهي شعبة معائيات الجوف والتي تسمى باللاسعات. معائيات الجوف، ما تعريف هذه الشعبة؟ إنها حيوانات معظمها تعيش في المياه المالحة وقليل منها في المياه العذبة، وتوجد مفردة أو على شكل جماعات، أي بمعنى مستعمرات، وتصنف هذه الشعبة إلى ثلاثة صفوف. هيا لنتعرف. الصف الأول تسمى صف الفنجانيات، والمثال عليها قنديل البحر. هذه صور لقناديل البحر، صور جميلة. هذه القناديل تعيش بشكل مفرد. الصف الثاني وهي صف الزهريات، ومنها شقائق النعمان وحيوان المرجان، وهذه تعيش بشكل مستعمرات. هنا صف الهيدرات مثل حيوان الهيدرة، وهذه أيضا تعيش بشكل مفرد. هيا الآن لنتعرف على الصفات العامة لشعبة معائيات الجوف. أما الصفة الأولى أنها حيوانات مائية، أي أنها تعيش في الماء. لاحظ الصور التي تبين شقائق النعمان في الماء. أيضا تحتوي أجسامها على خلايا ولوامس لاسعة. شاهد معي هذه صورة لقنديل البحر، هذه اللوامس تحتوي على خلايا
لاسعة تستخدمها في شل حركة فريستها والدفاع عن نفسها، ولعلك يوماً لامست أو اقترب منك قنديل البحر وأنت تسبح في الماء. بالتأكيد قد شعرت بحكة شديدة في جلدك بسبب الخلايا اللاسعة التي تفرز مواد كيميائية حارقة. أيضاً تحتوي أجسامها على تجويف معوي، ومن هنا سميت جوف معويات أو معائيات الجوف. هذا هو التجويف المعوي الموجود في داخل الهيدرا. السؤال الآن يقول: علل تسمية معائيات الجوف بهذا الاسم. لماذا تسمى معائيات الجوف بهذا الاسم؟ السبب: لاحتوائها على تجويف معوي يشبه الأمعاء. السؤال الثاني يقول: علل أيضا تسمية معائيات الجوف باللاسعات، لماذا يا ترى؟ لاحظ في هذه الكلمة اللاسعات، لأنها تحتوي على خلايا ولوامس لاسعة، وقلنا تستخدمها في شل حركة فريستها والدفاع عن نفسها. نتحول الآن إلى أحد أنواع معائيات الجوف، وهو هيدرا الماء العذب، لنتعرف على هذه الهيدرا. أولاً من حيث الطول، يبلغ طولها من 4 إلى 10 مليمتر، هذه هي هيدرا الماء العذب. أما الجسم فهو أسطواني ومجوف، قلنا مجوف يحتوي على تجويف معوي. أيضاً تعيش مثبتة على الصخور، وأيضاً يحاط الفم باللوامس، هذه تسمى اللوامس، وقلنا تستخدمها لصيد الفريسة والدفاع عن نفسها. تعالوا بنا لنتعرف على بنية جدار جسم هيدرا الماء العذب. أولاً تحتوي على طبقتين، الطبقة الخارجية تسمى طبقة خارجية خلوية، وتحتوي على خلايا بينية خارجية وخلايا حسية خارجية، وأيضاً خلايا قارصة، وتحتوي على خلايا عضلية خارجية، هذه تسمى الطبقة الخارجية الخلوية. أما الطبقة الداخلية فلاحظ أنها تحتوي على خلية حسية داخلية وخلية غدية وخلايا غذائية، وأيضاً على خلايا بينية داخلية. بينهما توجد طبقة متوسطة هلامية تسمى المادة الهلامية أو الطبقة الهلامية، وتحتوي على خلايا عصبية. نتحول بكم الآن إلى الوظائف الحيوية لهيدرا الماء العذب. نبدأ أولاً مع الحس. للهيدرا جهاز عصبي بسيط يعرف بالشبكة العصبية، هذا عن طريق الحس. أما عن الحركة فنلاحظ أن الهيدرا تتحرك بعدة طرق، منها الزحف والانقلاب والسباحة وأيضاً الانزلاق. هذه الصورة تبين صورتان من صور الحركة، وهي صورة الحركة بالزحف والحركة بالانقلاب. نتحول إلى وظيفة جديدة، ألا وهي التغذية والإطراح، حيث تتغذى الهيدرا على القشريات ويرقات الحشرات والكائنات الحية الدقيقة، حيث تلتف المجسات أي اللوامس حول فريستها وتلسعها بالخلايا القارصة فتشلها عن الحركة، ثم تدفعها المجسات عبر الفم إلى داخل التجويف الهضمي ليبدأ هضم الغذاء جزئياً خارج الخلايا بالعصارات الهاضمة التي تفرزها الخلايا الغدية، ثم يستكمل الهضم داخل الخلايا الغذائية. أما المواد التي لم تهضم أي الفضلات فتخرج من فتحة الفم إلى الخارج أيضاً. أما عن النقل فلاحظ أن الهيدرا لا تحتوي على جهاز نقل، وعوضت عن ذلك بمساحة سطحية واسعة. الآن ننتقل إلى مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول: أذكر طريقتين من طرق الحركة عند الهيدرا. الإجابة هي بالزحف والانزلاق، وأيضاً بالانقلاب والسباحة. السؤال الثاني يقول: على ماذا تتغذى الهيدرا؟ قلنا تتغذى على القشريات ويرقات الحشرات والكائنات الحية الدقيقة. بماذا استعاضت الهيدرا عن جهاز النقل؟ إنها عوضت عن ذلك بمساحة سطحية واسعة نسبة لحجمها، وهذا يساهم في توزيع المواد المهضومة. أحسنتم. السؤال التالي يقول: فسر علمياً. تبدي الهيدرا حساسية عالية للمنبهات الخارجية والداخلية، لماذا يا ترى؟ لأنها تحتوي على جهاز عصبي بسيط يعرف بالشبكة العصبية. الآن نتحول إلى صور التكاثر
عند الهيدرة، وهي الوظيفة الأخيرة. تتكاثر الهيدرة بطريقتين، تكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. هيا الآن لنبدأ أولاً مع التكاثر الجنسي، حيث تتكاثر أغلب أنواع الهيدرة جنسياً، والسبب في ذلك أنها منفصلات الجنس. النوع الثاني من أنواع التكاثر وهو التكاثر اللاجنسي، ويتم بطريقتين. الطريقة الأولى وهي التبرعم، حيث ينمو برعم صغير من جانب الهيدرة، يكبر ثم ينفصل ويلتصق على الصخور مكوناً حيواناً جديد، هذه تسمى التبرعم. الطريقة الثانية تسمى التجزؤ والتجديد، فلو قمنا بقطع أحد حيوانات الهيدرة إلى أجزاء، كل جزء من هذه الأجزاء ينمو مكوناً حيواناً جديداً. السؤال الآن يقول: علّن تتكاثر أغلب أنواع الهيدرة جنسياً، والسبب في ذلك أنها منفصلات الجنس. أحبائي الطلاب، هيا بنا الآن لنتحول إلى أهمية معائيات الجوف. أولى هذه الأهميات توفر الشعب المرجانية الحماية لبعض الأسماك، وأيضاً حفريات الشعب المرجانية تعطي دلائل على أماكن النفط، ومن الأهمية أيضاً تقوم بتنظيف قاع المحيطات من العوالق. أحبائي الطلاب، بهذا ينتهي حديثنا عن معائيات الجوف. هيا نجيب على سؤال بسيط ومنه نختم الدرس. السؤال يقول: حدد الأسماء الصحيحة على الرسم. لاحظ أن هذه الصورة تبين الهيدرة، هنا تمثل الفم، لاحظ فتحة الفم، هذه تمثل اللوامس اللاسعة، قلنا تستخدمها في صيد الفريسة والدفاع عن نفسها. أما هنا فهذه هي عبارة عن الفريسة، توجد في التجويف المعوي، وأخيرا مثبتة بواسطة القدم على الصخور. بهذا ينتهي درسي لهذا اليوم. هيا الآن نستذكر ما تعلمناه في الدرس. تعلمنا أولا تصنيف شعبة الإسفنجيات، وأيضا الوظائف الحيوية عند الإسفنجيات، وتعرفنا أيضا على تصنيف شعبة معائيات الجوف، وأخيرا تعرفنا على الوظائف الحيوية لمعائيات الجوف. أحبائي الطلاب، بهذا ينتهي درسي لهذا اليوم، على أمل أن ألقاكم في درس قادم، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.